علشان احنا النهاردة في المينيوز بنغطي اكتر من 7000 مطعم، بيدخل لنا اكتر من 1,000,000 مستخدم في الشهر. السنة دي في شهر الخير عرفنا نوفر وجبات ل 500 أسرة في 7 مناطق مختلفة في مصر وفي وقت واحد. بالتنسيق مع ميجا خير ومساعدة 7 منظمات أهلية قدرنا نوصل الوجبات. اتعاون في عملها 25 مطعم. وساعدنا في توزيعها 120 متطوع. كل واحد عمل حاجة مختلفة، كلنا اشتركنا في عمل خير في وقت واحد. تخيل طول السنة.